ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളും സദസ്സിലേക്ക് കസേരയിലേക്ക് ഇവിടെ സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറിയിരുന്ന് മജ്ലിസ് ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇലാ ഹളറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. الحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المنه يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على نور الأنوار وسد الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الأسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم إلى حضرة سيدنا المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة وارزقنا شفاعته يوم القيامة واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم انفعنا بمحبته واسقنا بكأسه يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين واللحديين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين والأقطاب الأربعة خصوصا منهم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرات سيدنا ملك الهند وري بن باز خاجة معين الدين الجشتي الأجميري وإلى حضرة سيدنا قطب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنفرمي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة نبي الله خضر عليه الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خصوصا إلى حضرة أستاذنا شيخنا شيخ الحديث إسماعيل الأستاذ وصاحبته وإلى حضرات جميع الأنبياء العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمدنا من مددهم وأن ترزقنا بحقهم وأن تدخلنا في كنفهم وفي حمايتهم وفي هرزهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا ومن تعلق بنا تحت تربيتهم وتحت ظلهم يا رب العالمين. اللهم حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير. اللهم يا خير المسؤولين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين بك أنزلنا حوائجنا وأنت أعلم بها. اللهم أنت لها ولكل حاجة فقلها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا رب العالمين. اللهم يا صريخ المستصرخين ويا غوث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى أمكنتنا وتعلم أحوالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا فاجعل لنا فرجا ومخرجا مما نهن فيه يا رب العالمين. اللهم بحرمة ساداتنا البدريين لا سيما بسيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نسألك أن تكمل إيماننا وتنور قلوبنا بأنواع معرفتك وتفتح لنا فتوح العارفين وتهب لنا ما وهبه لعبادك الصالحين وتحقق رجاءنا وتقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتحفظ لنا عن كل ما نخاف ونحذر في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك وألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اجعلنا ومن تعلق بنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انظر إلينا وإلى مجلسنا هذا الحمد لله رب العالمين.